زي ما كنا بنتكلم معاكم، الحقيقة إنه الدولة بتلعب دور كبير جدا في دعم الشباب في عدة قطاعات، من أهمها كمان قطاع الرياضة. في نماذج شبابية كتيرة قدرت إنها تحقق إنجازات في مجال الرياضة، زي البطلة ناردين إيهاب اللي قدرت إنها تحصل على برونزية بطولة العالم للسلاح اللي أقيمت في مصر الشهر اللي فات. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. ناردين إيهاب واحدة من بنات مصر اللي عشقوا الرياضة وتحديداً سيف المبارزة، واستطاعت أن تحرز برونزية بطولة العالم للسلاح اللي أقيمت في مصر الشهر اللي فات. ناردين ولدت في الأول من شهر يناير عام 1996، واحترفت رياضة مبارزة السلاح وفازت بالكثير من البطولات والألقاب بعد أن طورت أدائها في رياضة سيف المبارزة من بداية لعبها. حصلت ناردين إيهاب على الميدالية البرونزية في عام 2015 في بطولة إفريقيا، وفي الألعاب الإفريقية قدرت ناردين إيهاب إنها تحصل على الميدالية الفضية الخاصة بالفردية وكمان الفضية الخاصة بالفرق. وشاركت ناردين في كأس العالم للسلاح في إيطاليا وتمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية فيها، وفي عام 2016 حصلت ناردين إيهاب على الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للفرق، وفي عام 2017 حصلت على الميدالية الفضية في نفس البطولة السابقة. واحنا في اليوم العالمي للشباب ايضا بنحتفي بابطالنا المصريين ومنهم البطله ناردين ايهاب اللي معانا على التليفون النهارده. صباح الخير يا ناردين، ويعني صباح النور، منورانا في صباح الخير يا مصر، وعايزين نعرف رايك. الاحتفال باليوم العالمي للشباب ازاي يكون من وجهه نظر بطله مصريه قدرت ان هي تحقق هذا القدر من البطولات؟ صباح الخير الاول عليكم، وشكرا على المداخله اللذيذه دي. اليوم ده الناس كلها اي حد رياضي لازم يحتفل بيه، لان انت التعب اللي انت بتعمله طول السنه لازم في الاخر تحس كده ان انت حد بيحتفل بيك وبيقدرك، فلازم نحتفل كلنا باليوم ده. يعني الحقيقه احنا كمان بنحتفل بيك يا ناردين النهارده بما انك بطله مصريه قدرتي ترفعي راس مصر في عده بطولات دوليه، بس عايزين نعرف منك ايه هي طريقه الدعم اللي الدوله وفرتها لك وبتوفرها لك، خاصه انك فزتي زي ما قلت لك ببطولات كتير قبل كده ما شاء الله. هو الحقيقه الاتحاد بتاعنا يعني عامل نقله تاريخيه. احنا زمان ما كانش في حد يعرف يعني ايه اصلا رياضه السلاح دي ولا سيف المبارزه ولا اي حاجه، وكانت السفريات زمان تبقى اقل بكتير والدعم يبقى اقل بكتير بسبب ان اللعبه دي مش معروفه. بس من سنتين كده واحنا بدانا نسافر اكتر ونتمرن اكتر ونسافر منتخب مع المنتخب كتير معسكرات، وده ادانا حافز ادانا اللي هو زي اكنهم بيقدرونا، فاحنا بدانا احنا نركز اكتر، فاللي هو بدانا نشوف ايه الرؤيه اللي ممكن تيجي، ولوحدنا لقينا ان احنا مميزين، احنا في مصر مميزين جدا وفي وقت قليل جدا قدرنا ان احنا نعمل انجازات سريعه جدا. فالدعم وكمان من الدوله طبعا، هو لو ما كانش الاتحاد عارف احنا قد ايه ممكن نعمل نتائج عمرنا ما كنا هنوصل للي احنا فيه ده دلوقتي. يعني لو قارنا بين ده وما بين الجنسيات الثانيه، ربما المصريين بيقدروا ان هم برضو يحققوا المستحيل، وكنا بنتكلم مع اكتر من نموذج مصري في قصه الجين المصري، ان هو لو بس اتيحت لي الفرصه تلقى بعض الدعم تلقى بعض الاهتمام بيفرق جدا عن جنسيات تانية. هل شفتي ده يعني في لقاءاتك وانت ربما قابلتي جنسيات كتير اخرى في المجال سيف المبارزه؟ انا كان طول عمري عندي مشكله ان انا مش عارفه ايه اللي انا ممكن اقدر اعمله، بسبب ان انا بشوف البلاد الثانيه هما بس بيلعبوا الرياضه بتاعتهم، يعني هما مش مطالب منهم ان هما يعملوا اي حاجه غير ان هما يلعبوا الرياضه بتاعتهم، واي حاجه ثانيه بتبقى على الدوله، واي حاجه ثانيه بتبقى على الاتحاد. ودي كانت مشكلتي من وانا صغيره، اللي هو انا بسافر والناس كلها ما بتعملش اي حاجه، كل البلاد ما بتعملش اي حاجه غير ان هما بيلعبوا الرياضه دي بس ليل نهار، واحنا بنعمل كل حاجه، بنذاكر وبندرس وبنروح وبنشتغل وبنيجي وبنسافر يعني كل ده، وفي الاخر مش كناش حاسين برضو بالدعم اللي يخلينا نعمل حاجه. لكن دلوقتي احنا بس اول ما الدوله ادتنا دعم احنا لقينا نفسنا في حته ثانيه خالص، مع الشغل مع الدراسه مع ان انت بتتعب في التمرين ومفيش مثلا
ماديات فظيعه او اي امكانيات كويسه قوي، بس في الاخر انت بس اول ما حد قال لك احنا في ظهرك انت خدت الطريق بتاعك وركزت قوي. رفعوا عنكم يعني المجهود في التفكير في الدعم اللي كان بياخد اكيد كتير جدا من تركيزكم. طيب ناردين قولي لي، انت يعني انت سافرتي بره كتير، عايزه اعرف منك دلوقتي العالم ازاي بيبص للرياضيين المصريين، وعايزه اعرف منك كمان المستوى دلوقتي، بما انك كنت بتتكلمي عن الدعم وتدريبات وسفر بره، وده طبعا بيعزز من فكره الخبره الرياضيه، عايزه اعرف منك الرياضيين كمان بره بقوا بيبصوا للمنافسين والرياضيين المصريين ازاي؟ برضو هقارن ما بين زمان ودلوقتي. احنا زمان كانوا بيقولوا ان المصريين دول اللي احنا اللي بيتسلوا علينا، يعني انا اليوم اللي هي في 2015 اللي جبت فيه كاس عالم في ايطاليا، ان الناس ما كانتش مصدقه نفسها، يعني هما كانوا شايفين ان انا اكيد بتمرن بره او انا عايشه في حته بره او كده، وعدت الايام ما عرفتش اعمل النتيجه دي تاني متكرره، بسبب ان خلاص هو انا كان كيرفي ساعتها الوقت ده عالي قوي، وبعدين ما لقيتش نفس التمرين او نفس الحاجه فنزلت تاني. دلوقتي احنا لما ندخل الصاله هما بجد في رعب، يعني هو في رعب لدرجه ان انا كسبت ايطاليا البطوله يعني قبل اللي فاتت دي على طول كسبتها 15/8، ودي من احسن ثلاثه في العالم ما شاء الله. هي كانت نازله لي البطوله اللي بعديها، هي انا واقفه جنبي انا بتبص لي اللي هو عايز اقول لها في ايه، احنا داخلين على فكره مش داخلين حرب، احنا داخلين نلعب لعبه، اللي يكسب يكسب يخسر انا ما عنديش مشكله، بس بالراحه شويه يعني الناس بقوا بيعملوا حساب يعني. جدا جدا، وتلاقيهم بقى كلهم بيقوموا ويسلموا عليكي، ده ما كانش فيه ده ما كانش موجود خالص زمان. احنا دلوقتي اللي ندخل هو كده كده احنا عارفين ان احنا ان شاء الله هنطلع الكوتي ان شاء الله. طبعا بنشكر ناردين ايهاب بطله مصر في السلاح، ويا رب دايما كده معمول لك حساب ومعمول لكل رياضي مصري في كل البطولات الدوليه الف حساب. نشكرك جزيل الشكر يا ناردين.